تزامنا مع احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الخالد، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأنعم بميدالية الثناء السلطاني والخدمة الممتازة والكفاءة على عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية. وبهذه المناسبة قلد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة الميداليات ضمن احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي 5 يناير. ويأتي هذا الإنعام حرصا من جلالة القائد الأعلى حفظه الله على تثمين الجهود المتواصلة لأبنائه منتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الوطن العزيز. كما رعى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك حفل تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين وتكريم الطاقم الإشرافي والتدريبي لدفعات الضباط. هؤلاء الخريجون سيكونون عيونا ساهرة وحراسا أمناء لخدمة هذا الوطن العزيز، لينعم المجتمع بالنماء والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. النقيب منير بن محمد السنان من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ولاية نزوة.